زاد نقوم بعملية تعويض مثلا هذه القمار مثلا هنا، نعوضها مثلا هنا، نعوضها هنا. يبقى ما هو المجهول؟ يبقى هو المجهول هو زاد. نستنتج أن هذا هو التمثيل الوسيطي بكل بساطة، لكن احذروا من هذه الحالات الخاصة. يوجد حالات خاصة صعبة أن تعين لها تقاطع. يعني لو اعطينا هذا المستوي x يساوي الصفر و y يساوي الصفر، هذا مستويان وهما متعامدان. لو تلاحظون، لاحظوا ها ان يساوي لنا واحد صفر صفر، وهنا مثلا ان فتحة الذي هو صفر واحد صفر، لأن الإكس لا يوجد والإيكغريك لا يوجد والزد لا يوجد والإكس لاحظ هذا سلمي، هذا أن سلمي أن فتحة، هذا في هذا صفر زائد هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر، فهما متعامدان، يعني أن يعامد أن فتحة، فهما يتقاطعان وفق ماذا؟ مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة، تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما، لأنه هذا يعني مثلا كمثل هذا وماذا وهذا، ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما هذا أو ربما هذا، هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا. المهم بكل بساطة لاحظوا x كم؟ صفر. واي كم؟ صفر. إذا مباشرة نقول زد يساوي t، هذا هو التمثيل الوسيطي حيث t ينتمي إلى r. إذن هذا هو الشعاع، هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هاتلك هذان المستويان، حيث شعاعه توجيه هو صفر، شعاع التوجيه اللي سميناه في، سميناه في صفر صفر واحد. لو أعطانا مثلا إكس يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر، هما متعامدان، ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا، وإيكغريك يساوي تي، هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عنهما. نكمل، ناتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال عين بعد النقطة، بعد النقطة عن مستوي، الأولى عن مستوي، هاي بعد النقطة عن مستوي تعلمون بالقاعدة، عندكم مستوي وعندكم كل شيء، أن المستوي ها هو المستوي بي، وهاي النقطة ماذا؟ دي. قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا، ثم استنتج المسافة بين ماذا؟ دي وماذا؟ ودلتا. استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم، لأن لا يوجد لنا قانون، يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي، أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد، تستنتج فقط. نتابع، لاحظوا وجدنا البعد هذا هو، ننتبه لاحظوا ها هو المستوي ABC وهو المستوي بي، انتبه فقط، هذه المسافة عندنا، هذه المسافة دي عندنا، وهذه دي فتحة عندنا التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه دي هي المسافة بين النقطة دي والمستوي بي، ها هي، وهذه المسافة ما هي؟ هي اللي سميناها دي اثنان أو دي فتحة، ما هي؟ هي بعد النقطة دي عن ماذا؟ عن مستوي ABC. يصبح ما هو هذا المثلث؟ يصبح قائم، هذا المثلث كما أشرح يصبح قائم، تصبح ماذا؟ تصبح هذا البعد إذا سميناه دي فتحة، هذا دي فتحة يساوي لنا نسميه، إذا نسمي هذه دي واحد دي اثنان وهذه مثلا نسميها دي، تصبح دي مربع يساوي لنا دي واحد مربع زائد دي اثنين مربع، ونكمل. يعني لاحظوا هنا أنا أقوم بعملية الشرح، ها هي تخرج بنا تقريب ب، ها هي بنظرية بأن المثلث قائم، نظرية فيثاغورس، ها هي هذه المسافة، أكرر هذه المسافة تساوي هذه مربع زائد هذه مربع، هاي مسافة مربع ومسافة مربع، عندنا ترجعون الفيديو تجدون المسافة كلاهما موجودتان، ها هي المسافة أمامكم بنظرية فيثاغورس لأن المثلث قائم، ها هو قائم أمامكم. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قالنا ما هو السؤال؟ لاحظوا ها هو السؤال،
هو السؤال. قال لي تكون النقطة ام تي فتحة، ام تي فتحة، ام تي فتحة، ام تي فتحة. ولو تعلمون انها هي التمثيل، هذه هي تمثيل وسيطي لمن؟ للمستقيم ماذا؟ دالتا فتحة. قال لك عبر عن المسافة دي ام تي، دي ام تي فتحة بدلالة تي. يعني نقول دي ام تي هذه مسافة ماذا تصبح تساوي لكم؟ بعد نقطتين تساوي هكذا اكس ناقص اكس تي ناقص ماذا؟ ناقص إحداثية الدي، ها هي تصبح زائد 4 مربع زائد إيكغيك تي بدال تي يعني ناقص 2 مربع زائد زد تي ناقص 1 مربع. إلا أنه ننتبه جيدا، نرجع إلى التمثيل الوسيطي، ننتبه ها هو التمثيل الوسيطي المستقيم دي فتحة، ها هو أمامكم، هو 4 تي مربع و 4 تي فتحة و تي فتحة و 1 ناقص 4 5 تي تي فتحة. لاحظوا جيدا هكذا. نأتي بماذا؟ هذه قلنا إكس تساوي وإيكغيك تساوي وزاد تساوي، هذه التمثيل الوسيطي لمن؟ ها هي أمامكم، إكس تساوي 4 تي وإيكغيك يساوي تي فتحة بالأخر وزاد يساوي لنا كم؟ ناقص 5 تي فتحة. قمنا بماذا؟ بتعويض هذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان وهذه في هذا المكان. ماذا يبقى لنا بالداخل؟ بالداخل المجهول هو التي فتحة. وقمنا هنا، هاي عودت هنا وعودت هنا وعودت هنا كما أريكم، وقمت بعملية جداءات شهيرة، قمت بعملية النشر، فتحصلت في الأخير على هذا هو السؤال. قال أم دي أم تي بدلالة تي فتحة، هاي بدلالة تي فتحة. الآن ثم السؤال الذي قال أدرس اتجاه التغير. لو تلاحظون إلى هذه العبارة أصبحت عبارة عن دالة متغير وهو التي فتحة. دراسة تغيراتها يعني المشتقة. كما تعلمون أن مشتق دالة الجذرية يعني هذه التي تكتب هكذا مشتقها كم؟ هو F فتحة على 2 جذر F، يعني مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الدالة مباشرة. نشتق هذه التي بالداخل كم؟ تعطي لنا ماذا؟ تعطينا 84، نعم تعطينا 84 تي فتحة زائد 28 و تي يذهب فتحة والعشرون تذهب على 2 في جذر نفس الدالة. نعود نكتبها 42 تي فتحة زائد 28 تي زائد 20. سنختزل، لاحظوا سنقوم بعملية الاختزال هنا وهنا. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم كما تلاحظون هنا، ها هي المقام موجب أنه جذر. نأتي إلى البسط. بسط وش من درجة؟ بأي درجة؟ هو من الدرجة الأولى، والدرجة الأولى يعني نجعلها معادلة صفرية فقط، يعني تصبح هكذا، تصبح 42 تي فتحة زائد 14 يساوي الصفر، 42 تي فتحة يساوي لنا ناقص 14، ومنه تي فتحة يساوي لنا ناقص 14 على 42 تي فتحة يساوي لنا ماذا؟ هنا لو نقسم على 3 تعطينا ناقص 1 على ماذا؟ على 3. لاحظوا ناقص 1 على 3. الآن نجعل جدول إشارة، جدول إشارة فقط، ها هي 42 تي فتحة ناقص زائد 14 تنعدم عند ناقص 1 على 3 معادلة من الدرجة الأولى هنا هكذا، من هنا عكس ومن هنا ماذا؟ نفس. لاحظوا لو نأتي إلى وضع F يعني نكمل هكذا، تصبح هكذا وهكذا، هنا تي فتحة لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لاحظوا هنا ماذا تصبح لكم؟ تصبح F
لماذا؟ لناقص واحد على ثلاثة، لأن قلت هذه من الدرجة الأولى. لاحظوا جيدا، لهذا ها هو يتكلم، هنا متناقصة وهنا متزايدة. نستنتج، قال السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا، قال استنتج بطريقة ثانية المسافة بين دي ودالتا فتحة. ما هي المسافة؟ بكل بساطة هي القيمة الحدية الصغرى، هي هذه، هي القيمة الحدية الصغرى، هذه القيمة هي التي تمثل لنا، هذه القيمة هي التي تمثل لنا بعد نقطة عن مستقيم. وها قمنا بالحساب هنا كما تلاحظون، قمنا بالتعويض في الدالة، يعني قمنا بالتعويض في هذا المكان كما أشير هنا، قمنا بالتعويض في هذه الدالة بماذا؟ بناقص واحد على ثلاثة. لاحظوا ماذا وجدنا، وجدنا نفس المسافة التي وجدناها بالطريقة الأولى، ها هي أمامكم، ها هي أمامكم مكرر. إذن هنا بعبارة بالدالة. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال أدرس الوضع النسبي لمستقيمان دالتا ودالتا فتحة. دالتا وماذا؟ ودالتا فتحة. لدراسة الوضع النسبي لمستويان، لاحظوا جيدا، لدراسة الوضع النسبي لمستويان، أولا يجب على المستقيمين، على المستقيمين أن لا يكونا متوازيان. إذا كان متوازيان، لاحظوا، إذا كان متوازيان مباشرة نقول، لأن التمثيل الوسيط لكل مستقيم هو هذا، هو x يساوي لنا 2 t و y يساوي لنا ناقص 1 ناقص 3 t و z نبحث عليه في المعادلة الأخرى. لاحظوا ها هو، والمستوي الذي قبله كذلك. إذن حتى نكمل، يعني نحل هذه الجملة، وجدنا تي وتي فتحة، لاحظوا جيدا، وجدنا تي وتي فتحة. لما قمنا بتعويض هذه هنا وهذه هنا لم نجد أنهما نفس النقطة، يعني لم نجد نفس النقطة، ها هي أمامنا، لم نجد نفس النقطة. الاختلاف أين يحدث؟ لاحظوا، لو تلاحظون الاختلاف أين، لاحظوا إلى الاختلاف هو بين هذه وهذه وهذه وهذه، لا لا، الاختلاف كان، عفوا، الاختلاف كان هنا في الزاد، ومنه ليس لا ينتمين إلى نفس المستوي. أما إذا يكون من نفس المستوي، إذا كانت كل الإحداثيات هذه وهذه متساويتان، فنقول عليهم أنهم من نفس المستوي فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، قال لاحظوا، أعطي المعادلة الديكارتية للمستوي المحوري أم أن، حيث أعطوا لكم إحداثيات الأم والآن. لاحظوا ها هي أم وها هي أن، قال هو المستوي المحوري، يعني يمر هنا من الماء من المنتصف ويكون عمودي. لو تلاحظون جيدا، يعين المستوي بماذا؟ بنقطة هي المركز، هي المنتصف، والشعاع الناظمي هو هذا في نفسه، يصبح شعاع ناظمي. لاحظوا، لاحظوا إنه شعاع ناظمي، ها هو أمامكم، ها هو أمامكم. إذن لاحظوا ماذا قلت، ها هو الشعاع الناظمي أم أن، والمنتصف ها هو. تعرفون قاعدة المنتصف، هي الفاصلة هذه زائد فاصلة هذه على اثنان، وترتيبة هذه، ترتيبة هذه على اثنان، وزاد هذه على زاد هذه على اثنان، تعطي لكم نقطة اش. إذن وبعدها بعد التعويض سنقوم باستخراج هذه هي معادلة المستوي كي. إذن بكل بساطة أوكا، مباشرة سنكمل. لاحظوا جيدا، السؤال الذي جاء بعدها، قال عين تقاطع المستويات الثلاثة بي وأبيسي بكل بساطة. لاحظوا، عندنا المستوي ك مع المستقيم دالتا فتحة،
يحدث بينهم أن استخرجنا بينهما نقطة. إذن كيف؟ بنفس الطريقة قمنا بأتيان معادلة التمثيل الوسيطي بدلالة تي فتحة، وقمنا بتعويضه في هذا المكان في المستوي، في المستوي الذي تحصلنا عليه الآن، ها هو، ها هو أمامكم. قمنا بإتيان التمثيل الوسيطي ووضعناه هنا، فتحصلنا على ماذا؟ فتحصلنا على تي كم؟ صفر. وبعدها قمنا بتعويضه في ماذا؟ في التمثيل الوسيطي، فتحصلنا على النقطة، ما هي؟ نقطة اش. لما تحصلنا على النقطة اش، وها هو التمثيل الوسيطي أمامكم لي لإجراج لدالتا فتحة، وها هو المستوي كي أمامكم. قمت يعني بتعويض هكذا هكذا، فتحصلت على تي فتحة هي الصفر، ثم أتيت وعوضتها هنا فخرجت هذه النقطة مباشرة. الآن نكمل تعيين نقاط تقاطع الثلاثة. إذن تحصلنا على النقطة هذه آش، نكمل. إذن أصبحت النقطة الأخيرة التي تنتج عليهم هي النقطة، لأن بي وآبي سي يعطي لنا ماذا؟ دالتا فتحة. الآن دالتا فتحة تقاطع مع كي، استخرجنا قيمة تي وعوضناها في معادلة المستوي كي فتحة كي، فاستخرجنا بهذه النقطة مباشرة. نأتي إلى السؤال، عين إحداثيات النقطتين جي وجي فتحة اللي هي المرجح. أولا لاحظوا هذا ليس مرجح، مركز ثقل، مركز الثقل كملاحظة دائما هو المعاملات هي A واحد و B واحد و C واحد، هذه من خصائص مركز ثقل. إذا كان أربع نقاط واحد واحد واحد، إذا كان ثلاثة واحد واحد، إذا كان اثنان واحد واحد، كلمة ماذا؟ مركز ثقل، هو المرجح ذو المعاملات واحد واحد واحد. وتعلمون قاعدة المرجح، فاصلة النقطة في المعامل، المعامل هو واحد، والترتيب وفاصلة النقطة وفاصلة على مجموع المعامل هو الثلاثة. ها هي أعطت لكم كما، قوموا بالتعويض، ها هم الإحداثيات أمامكم الآن، ها هم الإحداثيات A و B و C، عوضوهم هنا ستجدون هذه النقطة. أما الثانية التي هي، لاحظوا جيدا، سأقوم بتوضيح التمرين. أما النقطة جي فتحة، ها هي النقطة جي فتحة، عدد المعاملات كم؟ ثلاثة ناقص واحد زائد واحد، كم؟ ثلاثة، يصبح ماذا؟ فاصلة النقطة A في معاملها، زائد فاصلة النقطة B في معاملها، زائد نقطة C في معاملها، على جمع معاملات هو الثلاثة. ها هو أمامكم مشروع، وها هي النقطة جي فتحة بكل بساطة. نأتي إلى تعيين مجموعة النقاط. عين مجموعة النقاط في كل حالة، لاحظوا هنا كم معامل، هذه وهذه وهذه، أو تلاحظون إنه واحد وواحد وواحد. ما هو؟ إذن هذه واحد وواحد وواحد، شرحتها من قبل، قلت هكذا A واحد B واحد و C واحد. هذه الجملة المثقلة ما هو مرجحها؟ هو G. إذن كم نتحصل؟ نتحصل على ثلاثة هنا، ثلاثة أم جي يساوي ماذا؟ يساوي ستة. لماذا لو تدخلون، لاحظوا لو نقوم بإدخال هنا النقطة جي، إذن هذه الجملة مرجحها هو جي، تصبح أم جي زائد جي أ زائد أم جي زائد جي بي زائد أم جي زائد جي سي يساوي أم جي أم جي أم جي، تعطينا ثلاثة أم جي زائد جي أ زائد جي بي زائد جي سي، هذه تعطي لكم الشعاع المعدوم لأنه جي مرجح. إذن هذا يذهب، هذه الزيادة تذهب، ماذا بيبقى؟ يبقى لنا هذا، هذا هو اللي قمنا بتعويضه هنا. وبما أنها طول يعني يذهب الطاولة وتذهب كل شيء، ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم هكذا، يبقى لكم ثلاثة أم جي لأنه طول يساوي ستة، يصبح أم جي يساوي ماذا؟ يساوي اثنان. هذا هذا ثابت وهذا ثابت وهذه متحركة. مباشرة لما يكون عندكم
هكذا وعين يساوي ثابت آم في جهة واحدة، يعني آم هنا فقط ليس في هذه الاتجاه في هذا الجهة. اعلموا أنه مباشرة سطح كرة، مركزه النقطة الثابتة. ما هي النقطة الثابتة التي عندكم هنا؟ النقطة الثابتة، لاحظوا ما هي النقطة الثابتة، أكرر، النقطة الثابتة هي جي، ونصف القطر ما هو؟ هو هذا العدد. إذن هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 2. لو كانت هنا عندكم تساوينا أم جي تساوينا أ بي، لكن أ بي لو تحسبونه في الأخير ستجدونه عدد، معناه مثل 5، تصبح أم جي تساوي 5. هذا كذلك سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها أ بي فقط. نكمل مع السؤال الآخر، تابعوا جيدا، لاحظوا واحد معامل واحد معامل واحد معامل واحد، لاحظوا معامل 3 وناقص 1 و1. هذه الجملة كم هو مرجحها؟ هو جي، وهذه هي جي فتحة. ماذا تصبح لديكم؟ لاحظوا بعد ذهاب كل الأشعة، ذهاب كل الأشعة تعطيكم 3 أم جي يساوي لنا 3 أم جي فتحة، يصبح لنا أم جي يساوي لنا أم جي فتحة. مباشرة لو تلاحظون أنها مسافة تساوي مسافة، يعني هكذا جي وجي فتحة. أم أين تكون؟ تكون في هذا المكان، أو يمكن أن تكون في هذا المكان كذلك، أو يمكن أن تكون في هذا المكان، أو يكون في هذا المكان. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة فقط. الآن نعطي نأتي إلى السؤال الآخر لهذه الحالة، أم أ زايد أم بي زايد أم سي، أكيد تعرفون أنها تعطي لكم 3 أم جي، 3 أم جي. أما الآن هذه الجملة لا تقبل مرجح، لماذا؟ لو تنتبه معي، المعامل 2 وناقص 1 وناقص 1، شوفوا لاحظ تعطيكم 0، فالجملة لا تقبل مرجح. هذه الجملة التي من هذا الطرف تقبل مرجح، أعطتنا 3 أم جي، أما هذه لا تقبل مرجح. إلا أنه لاحظوا ماذا نفعل، سنقسمها، سنقسم هذه إلى طرفين. لاحظوا مثلا لو نأتي إلى هذه الجملة، لاحظوا إلى هذه وهذه، ونجعل بينهما مثلا مرجح هو F، فماذا تصبح لكم؟ تصبح 2 أم ماذا؟ أم F، لا أم F عفوا، تعطي لكم أم F، أم F ناقص أم C. لو نأتي إلى هذا ماذا يعطي لكم؟ الآن تابعوا، يعني سأقوم بعملية الشرح هنا، لاحظ هنا تعطي لنا هذا، إلا أنه أعطت لنا A B زائد A C، A B زائد A C، ها هي A B، أشرح هنا كي تفهموا كثيرا، A B زائد A C، A C يعطي لكم هذا الشعاع المركبة، هذا زائد هذا يعطي لكم المركبة هذه، يصبح ماذا؟ يساوي A E، ولكن E لا يوجد عندي إحداثيها، A E ما هي A E؟ A E هي هي مرتان من A F، تصبح أم جي يساوي لنا 2 على 3 أ إف. لاحظوا بما أن الرباعي أ بي أو سي متوازي أضلاع، فإن إف هي نقطة تقاطع أ أو وبي سي، أي هي منتصف بي سي، منتصف بي سي سنقوم إحداثية، تعرفون كيفية استخراج إحداثية منتصف، هذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا، تعطي لكم نقطة إف، تصبح سنقوم بحساب الطول أ إف، ها هو الطول أ إف، إذن تعطي لكم أم جي يساوينا جذر 3، وهذه ما هي؟ هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 3. تابعوا فقط ستلاحظون كيف أقوم بالعمل. نأتي إلى هذا السؤال كذلك، لو تلاحظون هذه جي وهذه ماذا؟ جي فتحة. ماذا نتحصل؟ نتحصل 3 أم جي شعاعيا سلاميا، ها هي السلمي في 3 أم جي فتحة يساوي 0، تصبح 9 أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي 0. هل 9 يساوي 0؟ لا يمكن أن 9 يساوي 0، تصبح أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي 0. لو تلاحظون إلى هذه
شوفوا لاحظوا لو نأتي بإحداثيات هذه الآن هي x وهذه هي x x في x x مربع و y في y y مربع وزاد في زاد هي زاد مربع. لو تلاحظون هذه الثلاثية x مربع و y مربع و z مربع هي ماذا؟ هي سطح كرة، هي سطح كرة قطرها جي فتحة بكل بساطة، حيث جي عندكم إحداثيات وجي فتحة عندكم إحداثيات. نكمل مع السؤال آخر. 3 أم جي أم أ كذلك نفس الشيء، لاحظوا جيدا هذه لو تلاحظون هي جي فتحة هي المرجح، أما هذه لاحظ سألعب بها أ هكذا ناقص أم بي. ما رأيكم بماذا؟ بقلب هذا الشعاع أصبح ناقص أ أم ناقص أم بي، قلبت هذا فقط، نستخرج الناقص أصبح أ أم زائد أم بي حسب علاقة شال أصبح ماذا؟ أ بي أصبح ناقص أ بي، وناقص أ بي ما هو؟ هو أ بي أ. لهذا لاحظوا هنا تحصل على، لاحظوا ماذا تحصلنا هنا، هذه تعطي لكم 3 أم جي فتحة وهذه بي أ التي تحصلت عليها. هذه ماذا؟ بما أن الثلاثة لا تساوي صفر فإنها كذا، وهذه ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا لو نعوض، لاحظوا فقط لاحظوا كيف هكذا أ بي أو بي أ يساوي صفر لأن ذهب كل شيء. إحداثيات هذه إكس وإيكغ وزاد، وهنا أعداد، لاحظوا مثلا ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة مثلا في شعاع أ بي مثلا خمسة مثلا ستة أربعة تساوينا الصفر. لو تنشرون هل تتحصل على معادلة سطح كرة؟ لا، لأن الإكس مربع لا يوجد، هذه مستوي مباشرة، مستوي الذي يشمل النقطة الثابتة هذه وهذا أ بي شعاع ناظم له، ناظم له فقط. نأتي إلى الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة لاحظ لو تلاحظون المعاملة واحد 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 يصبح جي هو المرجح إلا أنه مربع. كيف فعلنا؟ لاحظوا جيدا قمنا قلنا مربع هذا، ها هي مربع لأنه طول وهذا كذلك طول، هذا كذلك طول وهذا كذلك طول. قال كيف تحولت من الشعاع إلى لا، هذا ليس جداء شعاع إنما جداء سلمي، والجداء سلمي وطول هكذا وهكذا وهكذا. ما رأيكم أن ندخل الجي مرجح لأن قلنا الجي هو المرجح، ندخله في كل علاقة هنا وهنا وهنا مع محافظة على يعني هكذا أم أم أ مربع يساوي ماذا؟ ندخل الجي هنا في الوسط لأنه مرجح، يصبح أم جي زائد جي أ هكذا مربع، وهذا جداء شهير نقوم بنشره، يصبح أم جي مربع زائد جي أ مربع زائد اثنان أم جي سلمي جي جي أ، يعني بهذه قمنا النشر. لاحظوا قمنا كذلك إدخال هنا وهنا وهنا تعطي 30، قمنا بعملية النشر، لاحظوا النشر، ثم استخرجنا أنه لو أنشروا تجدون 3 أم جي مربع وهنا جي أ مربع وجي بي مربع وجي سي مربع، يبقى لكم هنا استخرجوا ماذا؟ استخرجوا 2 أم جي، أنشروا واستخرجوا 2 أم جي على المشترك، لاحظوا يبقى لكم هذا 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 ما هو؟ بما أن جي مرجح يعطيكم الشعاع المعدوم، إذن هذه كلها تذهب إلى الصفر، يبقى لكم إلا هذه تساوي هذا. هذه ماذا قلنا؟ ننقلهم كلهم، هذه ننقلهم إلى الأطراف الأخرى. شوفوا لاحظوا ماذا أصبح لديكم، سأقوم بعملية المحي حتى يتسنى لكم الرؤية الواضحة. أنقلنا سنحسب الأطوال هذه وهذا يحسب كطول، لاحظوا